قناة الدراما المغربية. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. السلام عليكم. عليكم السلام. بخير سيدي. انا الموظف جديد. انت هو اللي جيتي جديد؟ استنى بلاتي. استنى. استنى بلاتي. دخل. سهل. واحد السيد بغا يشوفك. خليه يدخل. عينوني جديد في المركز ديالكم. تفضل سيدي. تفضل جلس. صباح ياك؟ نعم سيدي. تبارك الله سيدي. وين المكافأة اللي خصنا لهاد البلاد هادي؟ مرحبا بك سيدي. وهاد البلاد هادي راه ولاتها بزاف. كن على يقين انك ما غتخاش بها. عندك فين تسكن؟ انا قالوا لي كاينه السكنه هنايا. السكنه كاينه ولكن الموظف اللي انتقل لمركز اخر مازال ما طلقنا السكنه. شنو المعمول؟ اسعيد نعم اسعيد تقدم مركز الطاهر. موظف ديالنا جديد. مشرفين. شي سعيد الشاوش ديال المركز. مشرف. دس طاهر وريه المحل ديالو فين يسكن. واخا سي. ولكن يا سي احمد ما كاين حتى محل خاوي. كاين غير الهونكار. سعيد. فهمت. كي الدار كي الهونكار. الله يجيب غير الصحة والسلامة. يعدي واحد يومين حتى نحلوا المشكل. يلا معايا اخو. شكرا. اسمح لي واحد دقيقة نجيب الساروت. واحد دقيقة. ستار يلا هزك يلا مرحبا بك. زور معايا زور معايا. اشحال هذا ما تحس لا لا عندك شوية. أنا
علاش هنا في عسكر؟ هذا هو المحل خاوي. وهذا راه ماشي محل، هذا راه هونغار. يا ودي الله يهديك، تقول لك راه 9:06. انا غادي ندير هذا الغونسو وانت عندك فراش من برا. راه ما كاين. وهذا وسخ. طرفو الماء مجهول. اجيب لك الماء والشطابه وطرفو. انت بخير ريتما. هذيك طرف على هادشي كاع اللي ما عرفتش ليك طرف على هادشي. هادشي موسخ بزاف يا ودي. الماء موجود السيد الله يهديك. انا غادي نجيب لك الماء والشطابه وقضي ريتما. انا جاي. إلا خصك شي حاجة عني في الإدارة. كيفاش ما كاينش اللي يعاوني في هادشي؟ إوا ها ما جبتو لي. قضي حتى يحل الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. انت هو الموظف الجديد؟ مرحبا سيدي. مرحبا. مرحبا. اسمك الله؟ طاهر. المعطي الشيفور ديال المركز كامل. متصرفين. مرحبا مرحبا. مالك فيك؟ والو غير شي جرحه بسيطه، كنت كنخمل وما شفت واحد الدجاجه وانا نقيصه. وانت علاش كتخمل هنا؟ قالوا لي خمس شويه باش نطرف فيه الناس. انت تنعس هنا؟ ويلي شكون اللي قال لك؟ كنت بعد عند المدير، قال لك شي موظف معكم انتقل ولكن باقي ما خواش الدار اللي غنسكن فيها. لا سي بيتي قدنا بجوج. لا معليش غير واحد النهار شي باس ما كاين. ولا سي لا بيتي قدنا بجوج غتسكن نسكنوا فيه بجوج. لا شوف اسمك الله المعطي. المعطي انا عاوني غير نكملوا شي شويه هادشي ونطرفوا الناس غير هنا. والله سيدي لا سكنتي. والله ما نقل. الله يرحم والديك. والله سيدي تبعني اش لا غير الله ما يتبعني. يلا سي الله يرحمك. وين خلوه في القبر؟ وين؟ وهذا السطل هذا شيء. ها عخلنا شيء بروجنا. السلام عليكم. كدير؟ كدير المعطي؟ بخير بخير. صحيح شوية. سلامات. كل شيء بخير. الله يبارك فيك. سيطار. هذا هو الفقيه ديال الجامع. هو كيصلي بينا في المركز. متصرفين. هذا سي عبد السلام هو سي طاهر الموظف الجديد ديال المركز. راه غيسكن معايا في البيت بلا وجدوا لي سكنه. مرحبا سي طاهر. بارك الله فيك. بارك الله فيك. انا راه عجارك. اي حاجه بغيتي طلع ليا من السريج. مرحبا بك اولي. السلام عليكم. الله يعاونك. سيدي 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 واش حنا بحال هي ويلي لازمي البيت ديال السي ابراهيم المكازين وهذا السي مصطفى اللي معاك في البيرو اللي غتخدم معاه وهذا بيتي. عزيزي السي طاهر مرحبا بك زين زين سيدي السي مرحبا مرحبا. ها انت على الفراش ها في تنعس. مرحبا بك. بارك الله فيك. انت سيدي ولا بغيتي طيب ولا شي حاجه ها انت الكوزين ها الخضره ها البيض ها الطاجين ها البوطا باش طيب واخا كلشي موجود. ولا بغيتي التلفازه ها انت من جعل عرفت واخا ياك. وانا سيدي غنمشي نشوف الدراري. علاش وليدات وينك ما سريت عليك؟ لا مرحبا بك سيدي البيت بيتك ويلي ما حبش زهدي. مرحبا تدخل اسي.
ويلي ما هزتك هز الرحيل ولا ها شد الرحيل لا ما خفاكش ويلي ملي تكون هذا غادي الدراري كنجمع البيض واللبن والعسل الله يخلف على الفلاحه واخا بصحتك وزيدي دوز بخير الله يعاونك السلامة الله يرحم والديك انت اسمح لي الله يرحم والديك ويلي صاحبي ونحن خوتنا الله يكثر خير ويلي الله يعاونك انت في المحل هذاك الساروت عندك واخا باش نسى ها هو نسيتو واخا الله يرحم والديك مرحبا غيكون هاني Thank you.
فخيه ان فخيه. سي العربي؟ لا هذا طار. الله يثبتنا على الشهاده. ترى سي طار ياك لاباس؟ لا غير داتني عيني شي شويه وبحلمت شي حلمه خايبه. ما كاين باس، تبدل عليك الفراش. وخيلا قرا آية الكرسي وغادي ترتاح. ياك حافظه؟ لا حافظه حافظه. قرا ان شاء الله وغادي ترتاح. اسمح لي الفقيه. اجي قول لي تعشيتي بعدا؟ لا ما عشي. بصح الله يرحم والديك. ولكن راه فيه واحد المساله مزيانه، راه ما كيعادي حد والناس هما ما كيعاديو. اعطيني على الخلف، اعطيني على الخلف. هيا على الخلف. خذ سيدي الحمد لله هاد الساعة بخير. الله يرحم الوالدين. سي طار هذا القي ديال الدوار. وهذه حليمة مرتو. وهذه بنت زين. الناس الله يعمرها كاع. نيميرو واحد. سي الفقيه. هذا السي طار موظف جديد جا عندنا في المركز. مرحبا بالسي طاهر. ثقيلة عليك خفيفة علينا. سي المعطي. تهلا في الضيف. مرحبا. هذا هو الحاج عيسى. اكبر في الله. هاد الارض كلها ديالي. سي طاهر عرفتي شكون هذا؟ هذا هو موسى. وهذاك الصغير هو الديب المتعلم ديالي. وسبحان الله تبقى يدوخ شي نهار. هادو هما راهما اللي مدوخين الناس دا الدوار كامل. هذا اللي كيقيد. هذا اللي كيقيد هو العربي ولد الحاج عيسى. ما يعرف على الخدمة. وهذاك اللي معاه. شتي العزاز ديالنا اللي قالوها لي عيديها.
سي طاهر الموظف الجديد اللي جا عندنا المركز. مرحبا. مرحبا سي طاهر. مرحبا. هذا الزعيم من الحانوت اللي كنحطو قدامو البيرو ملي كنحشو القصب. ايه وعندك نشال معطي راه خلى لك البيض والزبده وواحد الحاجه ما تنساش والمعطي عندك تنسى. تخبر السوق اللي بغيتي موجود ما كايناش شي حاجه كتحبسها قدام الفلوس هذه اختي ميودا الشاب الجديد ديال المركز اللي جا يلاه جا اشبار اسمو اسمو سي طاهر فين جايبو التاي كان ضروري في السوق مزيان باغي شويه لا 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 الله يعاون غنفوسخو في السوق وزيد انا اوكي بريديت انا موجود بسم الله وعزيز بسم الله وعزيز ولا وتجي في دور صاحبي غادي غدا يبرد واسي ابراهيم واسي ابراهيم غتجي تقلي فين بسم الله وخصك تبدا حتى غادي مصولاص بسم الله سي طار نشاركوا الطعام والله ودي سعيد انا ما كاينش اللي بقى فيا في السوق قد شي بايد والبن حطيتو عند الخو هذه الخزانه جيت لقيت عيدي والصحه ايوا قول هذا الخير موجود قول كولا سي كولا سي ابراهيم كولا سي ابراهيم تاكل سي طاهر بسم الله مرحبا مرحبا كول دير راسك بحال المحلك تجي الله عندك الصحة زواج لله علمني الله راه درتو قبلوا عليا هي الجلبة انا ما طابتش خليها سيدي نشوف واش بغيتي اش باغي ندير الفرفار اش باغي ندير يلاه دير فين الفرفار هاتي بلاتي اصبر صغيرة صافي تا والله ما دايزه بالله صحيح والله ما دايزه ريح وانت ما دايزه جازي وانت مالك باغي تصور بلادو تا هي خلينا والله هما ضربنا البرد لا لازم بقيتي على خاطرك هادي دابا هي اللي مزيان يلا بسم الله لا قول سي طاهر كول كول الحم الله يبارك فيك ما طبت الحم راه ما مزيانش كول الحم كول الحم مرحبا بك ازيدي تاكل بحال في الدوار غنبر ساعتك تسقع ديب ديب دم. يلا بدا تردم هاي طخ راسك سربي هاك هتسبيح تما واخ مزيان لي جاوب بعد السقعه قليله قول لي عارف اش غديري نسيت كاع يلا شدي بلاصه يلا شوف سربي راسك انت سربي راسك وما نبغيش شي واحد يشوفك هنا في الدوار سمعتي يلا طلق راسك يلا يلا ندخلهم ولا بلاتي؟ قولهم يدخلوا واخا نحبس تفضلوا السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام بون دابا غادي نبداو لي طرافو ديالنا وهادو هما لي بلانات ديال لي بارسيل غادي نجربهم كاين شي ملاحظة؟ لا ما عندنا حتى مشكل إلا هاد الأرض هادي اللي حدا الفقيه وكاينه هاد البقعه هادي فيها النزاع ديال الورد هادو بعدا راه داروا شتهم كيديروا على شي حجر ومنعونا ندوزو من الطريق هادو كان خدامين كندوزو القا يديروا مع الاداره انا بالنسبه ليا التراكتورات والمحارت والبنك ديال المازوت راه موجود ايوا دابا ما بقى لينا الا نعلموا الفلاحه والشوافريه لا سيدي الله يعاونك تفضلوا نديو هاد البلانه تاعك نديو الله يرحمك الله يرحمك المهم اللي احتاجيتوني انا في البيرو اوكي
انا غادي نمشي نوجد لكم الملوك حيت شويه وصافي يا مان. سيطار اه فرقان واحد دابا الخدمه هاد البارسل اللي هنايا غتكلف بيه انت وهاد البارسل اللي غتكلف بها انا. وعلاش انت هاد البارسل؟ هادي بلاد الحاج عيسى وهنا صعيب شي شويه مانيش عارف ليه. المهم تكلم انت بها لي دابا. ولكن دابا هاد الناس انا ما كنعرفهمش كاين شي ليسته ديالهم كاينه كاينه لا ديسفليكسيال تما اللي بغيتي تانفريميها ولا بغيت نصيفط معاك المعطي راه كيعرف تما بالبونت بالبونت. لا حاجه منين كنعرفهم انا؟ انت صاحبي ديما الزيت انا حيت لي مسمن ما تما. اسمع ما رفقتش شكري. ما تقدني مزيت انا حلا بالي. قول لي اش غندير في الطوموبيل؟ شوف سيرفيس تكنيك بدل الطريق عليا صافي راه باغي القضيه في صافي. شنو سميت الدوسي؟ شوف في شي سيكتور 7 سيكتور 7 وي كما في غادي الشافه طرا عندهم اجتماع وانا على الفاسيتي نتاعي وصلنا الحب وانا غنشوش ها ما عطيت لكم مع الشافه غادي يقول لكم اش خاصكم اجي وانا على الفاسيتي نتاعي وصلنا الحب الحال قريب انت سيدي وغادي يقرب وانتم راكم مزروبين ولا انت سيدي وقت ما وصل الحال غادي نعلموكم يلا سيدي نتسناو حتى سيري الشابات وندوزو عندهم يلا 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 واعزب واعزب اش بغيتي عاوتاني وانت شو ما تركش المال مالو اش فيه وكون عرفت مالو كون صابت راسي سير دابا ما مساليش سير ضرب شي دبيره وتعاد تا نوض سير بيرا الفلاح كيتسناوني وراك تما مساليش تا واش هذا دابا وقت الحال تنوض وقت ديركا سكن مستشفى فريد اسمعني دير راسك مهم زعما الا بغى الله شكون دما حنا من محاربه المخدرات مخدرات انا مخدرات اخويا حنا ما كنعرفو مخدرات نعمس دير راسك درويش ياك انا اكبر درويش في هاد الدوار والا كذبتيني سول عليا وليدي موسى اكبر درويش في هاد الدنيا مينو تجوز على بيضه مسكين يلا يلا قلب هاد الشريس قلب هيا فيك مرة أخرى إن شاء الله ها ها ما عطي شيء أقول له سوى راه ما خسانيش سرقني عليك الساعة وعزيز ما توعدي شو لا والو بس تعيشوا لي الطوموبيل الله يرحمك مالا ومالا وكان تعال لي الطريق سير سير تعال كم تعال كم وقف حامية سخونة بزاف تا دي مراج ما كدي مراج ليا في السوار سي 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 دي مراج كوخس شوفني شوفني وسق راسك عاود كانت غدا دي مراج عاود عاود راه عندي بانيك غير بانيك المشكل شوف عا ما نبقاش ندفع الله يرضيك الدفيع راه هلكني يلا دي مراج دابا وعلى سلام الله يعز الميكانيك بارك الله على سي عزيز الله يبارك فيك الله براسك هو دابا صوبتي لي شغل وياك وانا سير تقول لي ما مسانيش حتى ما بعثتيش مني راه ندخل سوقك راه جوج شافات كل ما ندور فيه هاي يا على الفرزيات وانا سي فريد جيبو عاوتاني باب لا بشحال مزيان السلام عليكم سي طارش كويس واخا سير
واجد نعم بلاش صافي انت وخا صافي السلام عليكم بخير سي طارق عيطي لي اي المحل ديال السكنه ديالك راه خو صافي موجود انا اسوي تحت الله على السلامه اسمح لنا راه تكرسنا عليك شي شويه لا ما كاين مشكل المعطي مسكين ما قصرش مجهدو سكنني معاه وتهلا فيا واخا كنت ما كنعس حتى كيسمعني كاع انواع العيوط شي باس ما كاين بحال بحال معليش بارك الله فيك شوف سي طاهر من اليوم حنا خوت والحاجه اللي احتاجيتي ليها انا في الدم واخا سيدي بارك الله فيك السي فريد سمح لي عرفتي فين كاين اه لا ولا عرفت مرحبا سلام شكرا صحة وراحة آه. الحوايج غنلقاهم باقيين فيه كلشي ولا نشري الفراش لا لا شوف ادوز عند علي المغازين اه راه هو غادي يعطيك هذاك الشيء يلاه صافي مشاو مشاو حتى اللي صدرتيهم وانت سير كاع السلعه للكليان هاكا ميل تبارك الله عليك ياك فين التك ورا تما كاميل ودا ما كتقنعيش واش نعمت الله كيقنعوا منها الناس راه الفلوس هادو ورا اللي عنده درهم راه باغي 100 واللي عنده 100 باغي 1000 اي واللي عنده 1000 باغي مليون ها مليون مليون وتا يقولوا ليها مليون ماشي مليون يقولوا اللي بغاو راه بحال بحال تفضل يا سيدنا وانا سحبني شي جهه اخرى ما هنا كنعرف واخا سمعني شي البيت ديالك هو هذا انا سيدنا مصطفى معطير هاي ها بيتك هذا عاد تفضل يا سيدي ها هو بالضف مصاوب مخصور والله عاونك ها سير وليداتي الفقير راه مريض ما غيقريكمش اليوم خالتي بغا نمشي بوها خالتي حبيبتي خليهم حبيبتي زيد عاوتاني بص بك سين نرتاح نرتاح لهم نرتاح لهم نرتاح لهم نرتاح لهم نرتاح وقريت شوية يا الله بسم الله قل هو الله أحد الله الصمد ولد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم الله يرضي عليكم وليداتي سيروا غدا ان شاء الله الى عشنا عاود في شهر